تحياتي اخواتي حبايبي وصحابي في كل مكان، يا رب تكونوا بألف خير وألف صحة دايما يا رب. معاكم مريم من قناة أكلة بنفس. النهاردة عندنا وجبة تحفة، بصوا تجنن من الآخر. لو عندك شوية مكرونة، نص كيلو مكرونة ولا ربع كيلو ولا أي حاجة، وحبة بدنجان، تعالي أقولك على أكلة نباتية صيامي موفرة اقتصادية لآخر الشهر، روعة تحفة يعني، بجد هتعجبك جدا وهتعجب الاولاد جدا جدا. وبصوا ملهاش حل، في اسرار وحركات وتركات واضافات، زي البدنجان ما تشربش زيت، ازاي حاجات كتيره جوه الحلقه. تابع الحلقه كامله، وانتي في تابع الحلقه يا ريت ما تنسيش باشتراك وتفعل زر الجرس واللايكات الكتير للفيديو عشان يترفع ويشوفوا غيرك. ويلا بينا على حلقتنا. عندي هنا حبه نشا على ملح، تمام، وعندي البدنجان متقطع دوائر زي ما انت شايفه، هرش النشا على الملح وهسيبه يتنقع حوالي نص ساعه على الاقل، يعني انزل ميه فيه بتاع النشا. بقى فايدته ايه؟ هيخلي البدنجان ما يشربش زيت ويخليه مقرمش، تمام. تعالوا نسلق المكرونه بتاعتنا. طبعا الميه فيها هنحط ملح وزيت وهنسيبها تغلي، وبعد كده هضيف المكرونه، تمام. اهو ضفت المكرونه وهقفل وهغطي عليها واسيبها تستوي. تعالي هاتي حله ووك اي حاجه عندك وحطي فيها زيت، تمام. هنعمل التقليه المميزه التحفه دي. عندي هنا حطيت على الزيت لما سخن، حطيت بصل هقلب فيه لحد ما يصفر لونه يغير معايا، تمام كده. بعد ما صفر لونه هنزل بفلفل. بصي حبيبتي، فلفل احمر، فلفل اخضر، فلفل اصفر، فلفل الوان، وحط عليه حته صغيره فلفل مشطشط حامي، بس لو عندك اطفال وخايف عليهم بلاش، تمام. يعني الفلفل الحامي ده حريه ليكي انت لو انت عايزه. هدبل برضو الكلام ده مع بعضه لحد ما الفلفل يدبل وياخد ويمتزج مع طعم البصل. هنزل بطماطم مقطعه مكعبات. بصي حبيبتي، انا ما بقولكيش الكميات لان الكميات دي حسب راحتك، يعني زي حسب ذوقك عايزه ايه، كتير حسب عدد افراد اسرتك. يعني انا عندي 5 افراد، انتي ممكن فردين اكتر اقل، فدي مش كيك يا جماعه. هنقلب فيهم برضو يمتزجوا لحد ما الطماطم تمتزج وتدبل وتبدا تنزل ميتها. اهو بدانا، اهو هنزل بمعلقه توم مفروم مع فلفل حامي، القاعده بتاعتنا توم لازم نفرمه مع فلفل حامي، حتى لما يعني حفظناه وفرزناه مع بعض كنا عاملين معايا فلفل حامي بيدي طعم تحفه. برضو هقلبه، واحنا دايما بنحط التوم اخر يعني قرب ما خلاص هنقفل علشان نحتفظ بطعمه وريحته وفوائده، تمام. عندي علبه معجون طماطم حوالي 40 جرام هحطها كلها. انتي ممكن لو مش عندك حطي عصير طماطم عاديه، او ممكن يكون عندك في مصر الطماطم لونها حلو جميل فمش محتاجه حاجه تعززي اللون. انا هنا بعزز اللون لان عندي الطماطم عمرها ما بتديني اللون الاحمر الجميل لوحدها، تمام كده. دمجت المكونات دي كلها مع بعض. هنزل بقى ايه بمكعب مرقه خضار، تمام، خضار مش فراخ او لحمه، مكعب مرقه خضار اهو زي ما انت شايفه. هفركه واحطه، وطالما حطيت مكعب مرقة الخضار اللي ممكن طبعا 100% تستغني عنه مش لازم خالص، هتنزلي بتوابلك ملح فلفل ملح كمون كزبرة، بس ما تكتريش الملح، خدي بالك لاني لو حطيتي مكعب انت عارفة انه فيه ملح، تمام. طبعا لازم نحط كمون طالما اكل صيامي والحاجات دي لازم الكمون والكزبرة، تدي ريحة وطعم تحفة جميل جدا، تمام كده. وصلنا في المرحلة الحتة دي، برضو هنقلبها وهنضيف شوية مية علشان التقلية بتاعتنا التسبيكة بتاعتنا تتسبك كويس جدا، شوية صغيرين يعني. انا يدوب حطيت حوالي اللي هو علبة الصلصة اللي هي 40 جرام دي، يدوب مليتها مية وحطيتها، بس مش مية كتير طبعا علشان ما نبوظش التسبيكة، او زي ما انتم شايفين حاجة بسيطة صغيرة يعني، تمام. وهتتسبك معانا وهي خلاص داخله على التسبيك النهائي، واحنا خلاص قربنا نطفي. خلاص هننزل بشويه خضره، شبت، بقدونس، كزبره، اللي عندك حطيه واللي تحبيه حطيه، تمام. خلاص قلبتهم تقلبتين غلو غلوتين، هنطفي عليهم فورا عشان الخضره تفضل محافظه على فوائدها وكمان على ريحتها ولونها الاخضر. خلاص كده هنطفي، تمام كده. يلا بينا جهزنا حاجتنا وقلينا البدنجان طبعا بتاعنا، وادي المكرونه اتسلقت وصفناها، وادي البايركس اللي هنعمل فيه.
هنبدأ نرص تحت طبقة بدنجان، تمام. وبعد كده هاخد من الصلصة التقلية اللي احنا عملناها دي حبة حلوين كده، وهضيفهم مع المكرونة. على فكرة ممكن تاكل المكرونة كده بس مع التقلية دي، طعمها خرافة، تحسيها كده مديها على، بصي، مكرونة الكشري في كده يعني، مديها طعم حلو جدا. وتقلبيها كويس والدنيا تمام اهو. بعد طبعا احنا حطينا في، بس كانت الكاميرا طافية، مليت الأرضية بتاعت البايركس كلها بدنجان طبعا. وبعدين هحط المكرونة الكمية طبعا لحد ما خلاص يقرب يتملي البايركس، خدي بالك ما تملهوش جامد. وبعد كده هرص طبقة بدنجان تانية اهو. شوفي بدنجان واضح جدا انه مش شارب زيت ومقرمش زي ما انت شايفة، تمام. حطي كمان اللي انت عايزاها، كتير قليل زي ما انت عايزة، البدنجان ده براحتك جدا. بعد كده هاجي احط كمية صوص كبيرة جدا، يعني كبيرة شوية كده تغطيلي وش الصينية كله، وش البايركس كله. على فكرة ممكن تتعمل في طاجن، تحفة جدا بتبقى لو في طاجن، بتبقى احلى واحلى كمان. في الوقت ده الفرن بتاعتي شغال على درجة حرارة 180، هندخلها، انتوا عارفين كل حاجة هي مستوية، يا دوب بس ايه بقى تاخد يعني تنشيفة الفرن بس، مش اكتر من كده، تمام. كده الصينية جاهزة، هدخلها الفرن زي ما قلنا، هتاخد بس يعني ما نقولش مفيش ربع ساعة، تلت ساعة بالكتير يعني، مش كتير خالص يعني، يا دوب كل حاجة عندنا مستوية، دوب بس هتنشف من سوائلها وتاخد وش بقى اللي هي التسوية في الفرن الجميل ده اللي احنا متعودين عليه، وشكلها بعد ما خرجت وهي سخنة عادي، ممكن تقدميها وهي سخنة، ممكن تستني لها شوية تهدى، مش فيش مشكلة، هي كده كده مش بتطلع قطع زي البشاميل، لان مفيش طبعا البشاميل هو اللي بيمسك المكرونة، تمام. هتجيبي طبق تقديم المكرونة طبعا وتغرفي بقى، وحاجة كده تحفة وبألف هنا وشفا، حاجة كده جميلة جدا زي ما انت شايفة، هتعجب الأولاد جدا جدا. ولو مش بياكلوا بدنجان أوعدك هياكلوه، لأني كفاية إنها اتحطت مع حبيبة قلبهم المكرونة وبجد التقلية اللي عملناها مديها طعم جميل جدا للمكرونة، زي ما بقولك ممكن تاكليها مع المكرونة بس من غير مرحلة البدنجان وتدخل الفرن، برضو تحفة. بص الجمال، وزيني كده بخضرة، زيني زي ما انت عايزة، بجد حاجة عجبت الأولاد جدا. وحاجة بسيطة، حبة بدنجان واحدة مع ربع كيلو مكرونة أو نص كيلو مكرونة فرن، زي الفل، ظبطت الدنيا، عملت غدا هيعجب الأولاد واقتصادي لآخر الشهر، وحاجة جميلة كده. أتمنى حبيبتي تعملي الوصفة وتسيبي لي رأيك هنا في التعليقات أو على رسالة صفحتي على الفيسبوك والإنستجرام اسمهم أكلة بنفسي، هسيب لك الروابط في صندوق الوصف مع قائمة تشغيل لأكلات صيامي وقائمة تشغيل لأكلات بالبدنجان. عملت لكم أكلات بالبدنجان كتيرة، سواء يونانية أو صعيدية أو عموما يعني، بجد هتعجبكم جدا إن شاء الله. أنا واثقة إن الحلقة هتعجبكم، ومستنية تطبيقاتكم أو آرائكم، وأي حد محتاج أي حاجة أو أي طلبات يبعتها لي على رسالة الصفحة وأنا برد عليه، وإن شاء الله أي استفسار أي سؤال أي حاجة. وزي ما بقول لكم، أتمنى تشوفوا الحلقة وتتابعوني على القناة، عندي أفكار جميلة جدا إن شاء الله تنول إعجابكم. ويا ريت ما تنسنيش بالاشتراك وتفعيل زر الجرس والنوتيفيكيشن للفيديو عشان يترفع ويشوفه غيرك، وهتوحشوني جدا جدا للحلقات اللي جاية.